إذا بدنا نفكر بالسعادة من خلال الفن، كم مرة حسيتي السعادة من خلال الفن؟ أنا حسيت إني سعيدة من أول ما خلقت لهلأ، لأن الدنيا حلوة والفن والشهرة بتدخلي لقلوب كل العالم، والأبواب كلها مفتوحة للإنسان المشهور. طبعا الإنسان بيجي شوية قصص أوقات بتضايقوا، الإنسان بشر، بس بيقدر الإنسان بعقله يصغر هالإشياء المزعجة، وبيقدر يمرن حاله على السعادة. في ناس بيمرنوا حالهم على الحزن وعلى الكآب، وناس إذا عقلهم كبير بيمرنوا حالهم على الفرح، على العيشة الحلوة، على السعادة. أنا مرنت حالي، مرنت حالي على الصبر، مرنت حالي إنه مبارح بنساء وبكرة بعيد، هلأ أنا وياكي. ونجحتي بالتمرين؟ إيه نجحت جدا الحمد لله يا رب. بالفعل تهانينا، لأنه في عندك نوع من كأنك عم تصنعي ظروف الحياة، مش بس هي يعني بدها تصنع الإنسان. قصدت كنت عم بقلك عن السعادة، يعني أي عمل نجح لدرجة إنه خليك تشعري بالسعادة، أي عمل فني؟ بتصدق إنه الفنان كل عمل بيعمله بيفرح، إنه هيدا يعني بحب العمل الجديد. بس طبعا أنا إذا بدك تسأليني إلي، عملت أعمال كتيرة، مثلا لما غنيت بالأولمبيا، لما غنيت ببرنامج مثلا أوروبي، لما غنيت هلأ أخيرا بأكبر أوتيلات بالعالم مع فرقة فادي لبنان، بأتلانتيك سيتي، بأوتيل تاج محل، بالميراج أخيرا بلاس فيغاس. حفلات يعني بتكون على مستوى، مهما أوصف لك الفنان كيف بيكون يعني مدلل ومكرم وهيك، فمهرجانات بعلبك، كارنيجي هول، يعني بأوبرا هاوس بسيدني، يعني ما خليت مطرح. فكل هيدا كان يحسسني اني انا عم بزداد ثقة وحب ونجاح. هاي كانت كلها اشياء فيها سعادة لإلي. يعني اخيرا بجولة الاخيرة وقت كنت بامريكا، قدمتي كمان اشياء فولكلور لبناني قديم ولا بس اغاني جديدة؟ لا قدمت قديم، والاوتيل عطانا الفرقة الاجنبية اللي عنده باخر حفله بالميراج، وفادي مرنهم على الدبكات اللبنانيه، ودبكوا معي وجبنهم مرنهم واخذنا لهم لبس من هون، لبس دبكتنا يعني، فكانوا منتهى الروعه بصراحه. الجمهور كان اكثر من اولاد العرب ولا لا؟ لك كيف، هن بيبعتوا قبل بوقت لبرازيل، للمكسيك، لاستراليا، ارجنتين، بيبعتوا كتيب للناس انه عندنا هالفنان الفلاني يوم كذا، اذا بتحبوا تيجوا. فبيجوا بيحضرونا وبيفوتوا مجانا يعني، بس هيك لحتى يعملوا دعايه للاوتيل. واللي بيجي بيحضرني بعد الساعه 12 بحط نيفته بظهري بيلعب. عرفتي كيف، فيها مصلحة القصة. طبعا كل شيء فيه مصلحة. واغلب المغتربين مثلا بيعرفوني، بيعرفوا ست فيروز ودي قصافي. ايه لكن وهالتنظيم هيدا اللي بيعملوه ببلاد برا، في منه هون يعني، في حدا ممكن ينظم حياة فنان او اعمال فنان لدرجة انه الفنان ما يعود يعتل هم هالاشياء الادارية؟ يا تعطيرك، ما في. ما في ابدا، ما في. ولأن بتعرفي كمان الفنان بيبقى فاهم طبيعة بلده وأهل بلده، بيعرف كيف يحكي معهم. بتجيبي واحد يا بيسود لك وجهك يا بيتأمر، يا بتحكي عن أجنبي، فأنا بصير قلبي يخبط إذا حد بده يحكي مطرح، يقول يا رب ما يقولش كلمة يضايق العالم، لأن أنا معودة يكون كتير هيك نعومة مع الناس. لك أسلوبك طبعا.